يعني موضوع الحلقة النهاردة، احنا كل حلقة مع دكتور دينا أبو السعود بنختار موضوع يكون مهم وبيمس كمان كل شخص فينا. النهاردة هنتكلم عن فكرة الفيتامينز وازاي ممكن ان هي تفيد في فكرة اعادة النشاط، اعادة الطاقة مرة تانية لينا، لان ناس كتيرة جدا تحديدا كمان في فصل الصيف بتلاقي ان انت مش قادر تتحرك، قاعد بس كده عايزين، مش قادرين نعمل حاجه، وراك مشاغل، مش قادر تتحرك، مش قادر تقوم من السرير في يوم اجازتك. ناس كتير مننا بتعاني من المشكله دي، وعلى فكره انا واحده منهم. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي، بجد منورانا كالعاده. ميرسي. انا هوان، احنا لابسين الوان بعض النهارده، دي يعني صدفة. شويه لسه واخده بالي دلوقتي. بصي بقى، موضوع في غايه الاهميه، ومفيش بيت، مفيش شخص تقريبا ما بيمرش بقصه ان انا اوقات اصحى مش قادر اعمل حاجه، ورايا مشاغل، ورايا حاجات، ورايا التزامات، وعلى كل الاعمار، يعني اطفال وكبار في السن وغيره وغيره. فالمشكله اصلها ايه؟ وبعدين نروح للحل هيكون عامل ازاي؟ مشكلة نقص الطاقة ونقص المناعة، ما انت لو انا مناعتي قليلة برضو طاقتي قليلة، مرتبطين فعلا. طبعا لازم عشان اعلي طاقتي لازم اعلي مناعتي، ولازم اعلي حاجة اسمها التمثيل الغذائي. ايه هو التمثيل الغذائي؟ اللي هو سرعة الايض او الميتابوليزم بتاع جسمي، يبقى الحرق بتاعي يبقى عالي. طيب مشكلة هو ده ليه علاقة بحرق الدم؟ أبا كان بجد والله ده مش سؤال، مش لا عزر. حرق الدم ده قصه تانية. اصل حرق الدم لا، انا عايزه احرق الدهون مش حرق الدم، انا عايزه احرق دهون مش عايزه احرق دم. حرق الدم وبيخس برضه، دي غريبه صح. بس انا مش عايزه اخس بحرق الدم واعصاب و... أيوة. وتفكير وضغوط نفسيه. صح. لا دي حقيقه. احنا انا عايزه اخس وانا مبسوطه. دي حاجه. طيب التمثيل الغذائي ازاي اقدر اعلي سرعه الحرق بتاعتي، وازاي اقدر اعلي الميتابوليزم بتاعي بكذا فيتامين؟ يعني كتير مننا لو عمل تيست على الفيتامينز بتاعته هيلاقوا عندهم نقص في فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، وده المسؤول عن التمثيل الغذائي. والدراسات اثبتت ان فيتامين سي بيقدر يشتغل على حرق الدهون. يعني انا عارفه ان فيتامين سي بيعلي مناعه، بيعلي امتصاص الحديد، بيعزز لي الكولاجين. في دراسات حاليا اثبتت ان هو بيعلي كمان سرعه الحرق. فيتامين سي طبعا. اللي هو في الجوافه، في البرتقال، البرتقال والتوت والجواف بالظبط، هو هي الحاجات دي اللي فيها فيتامين سي، والبروكلي والخضار وكده. طيب ايه المكمل الغذائي المهم جدا، وانا بقول عليه من اقوى المكملات الغذائيه، ان انا لو اخذته النهارده وبكره هبتدي استعيد نشاطي اون ذا سبوت على طول، بحس ان انا عندي نشاط. وعلى فكره كمان يا نهاوند، اول ما بيبقى عندنا نشاط هتلاقي ان الدنيا عندنا فيري بوزيتيف. طيب ايه اقوى، او بالنسبه لي من اقوى المكملات الغذائيه، هو اي ال بي مالتي فيت، او اسمه الب مالتي فيت. هو الاقوى لانتاج الطاقه، لانتاج المناعه، الاقوى كضد اكسده، الاقوى في التمثيل الغذائي. وطبعا الصوره انا شايفاها على الشاشه دي صوره العلبه يا نهاوند، عشان انا ما عنديش بديل لالب مالتي فيت. الب مالتي فيت فيه مميزات كبيره جدا، محدش يروح الصيدليه لو مش لسه مش متوفر في الصيدليه يطلع له بديل. لا انا ما عنديش بديل، وطبعا بقول للساده الصيادله اللي عايزين يوفروا الب مالتي فيت عندهم، احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله. وياخدوا بالهم من نقطه كمان، يعني ممكن حد يجي يعمل بديل بنفس الكومبوننتس او نفس الانجريدينتس او نفس المكونات بتاعت الفيتامينز، بس خلي حضراتكم بالكم من حاجه، ان مش هيبقى واخد تصريح من هيئه سلامه الغذاء. فهي قصه مش ان انا الاقي بديل فيه نفس الجرعه او نفس الفيتامينز، لا لازم يكون واخد تصريح. فدي نقطه مهمه جدا بيتميز بيها الب مالتي فيت. طبعا طبعا. من اهم المميزات على طول بقول ان الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، موجود في الصيدليات، فدي حاجه امنه جدا، ونقدر ناخده يا اما من الصيدليه يا اما عن طريق الارقام بتاعه شركه بايو ناتشرال المنتجه لاي ال بي مالتي فيت. والصوره اللي انا شايفاها دي مميزاته، الاعلى في تركيز الزنك. انا عندي الزنك داخل الب مالتي فيت 23.9، ده اعلى تركيز للزنك. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. الزنك، المعده على فكره بتحب الزنك جدا. ليه بقى؟ هي المعده من اكتر المعادن اللي تخلي المعده كفاءتها عاليه، وحموض الهضم مثلا، والهضم والحموض بالظبط، الهضم والامتصاص وكل الحاجات دي. فالزنك مهم قوي وقتها. الزنك مهم جدا لشعري، الزنك مهم للضوافر، الزنك مهم جدا للمناعه. على طول بنقول مناعه يعني فيتامين سي وزنك. الزنك مهم جدا للرجال لانه بيدعم الخصوبه. طب الحديد، مفيش فيتامين مسؤول عن الحديد في الب مالتي فيت؟ انا ما عنديش حديد في الب مالتي فيت، لكن عندي فيتامين سي.
فيتامين سي. طب ما فيش اي؟ عندي فيتامين اي كمان. ممكن اقول ان فيتامين اي موجود داخل قلب مالتي فيت. واشمعنى بقول فيتامين اي؟ لانه الاعلى كضد اكسده. كلنا جسمنا بيتعرض للاكسده، كلنا الاكسده يعني تعجيز بدري بدري. لو وشي اتاكسد وشي هيبتدي يجعد، ولو شعري اتاكسد شعري هيقع، لو خلايا جسمي اتاكسدت هتبقى مشكله. بس يعني ايه؟ معلش عشان انا دي مش فاهماها. يعني هو طبيعي، كنت قلت لنا قبل كده ان الجسم بيتاكسد ده يوميا. طبعا. ده واحنا قاعدين مش واخدين بالنا، فانا مفروض اخد اجراءات معينه انتي. حاجه انتي بقى. بالظبط بالظبط. من اقوى الفيتامينز كانتي اوكسيدنت اللي هي بتضحي بنفسها وهي اللي تتاكسد وتسيب لي الخليه سليمه. طبعا في دراسات كبيره علميه اثبتت العلاقه بين الاكسده وبين لا قدر الله السرطان. لان الاكسده دي بتبوظ لي الدي ان اي بتاع الخليه بتاعتي. فبيجي فيتامين اي يمنع الاكسده دي. ففيتامين اي مهم جدا. وعايزه اقول كمان الحلو في قلب مالتي فيت ان في فيتامين اي وسي بيحميني من اشعه الشمس الضاره. يعني احنا دلوقتي الشمس رهيبه بشعه. وعندي الالترا فايلت اي وبي بيأثروا جدا على الجلد عندي. فلازم اخد قلب مالتي فيت ان اخد الحلو من الشمس اللي هو فيتامين د، واتجنب الوحش من الشمس. طب ودي هنعملها نقف في الشمس بقى، هنعمل ايه يعني؟ ما صعبه برضه لا يعني. احنا بقى طبعا داخلين على صيف وهنروح ساحل وهنروح حاجات. مهم ان انا احط الصن بلوك بتاعي على جسمي او وعلى وشي، واخد قلب مالتي فيت عشان احمي نفسي دايركت. طيب الصوره اللي انا شايفاها دي للساده الصيادله، الكود بتاع المنتج اللي هو اي ال بي مالتي فيت موجود. ده الكود المنتج بتاعنا عشان لو الدكتور الصيدلي محتاج يوفر قلب مالتي فيت، عنده عملاء كتير عايزين ياخدوهم الصيدليه، يقدر يوفروا، يكلموا بس الشركه المتحده للصيادله وبيوفر لهم المنتج عندهم في الصيدليه. كويس جدا. طيب بصي، العيد داخل والعيد لما بيدخل وبالذات العيد الكبير بيبقى انت عارفه مفيش تركيز في الاكل، وكتر الاكل برضو بيجيب كسل. يعني احنا هنرجع لموضوع الحلقه بتاعنا، ان احنا بنتكلم او الفقره بتاعتنا ان احنا بنتكلم ايه الاسباب بتاعت الخمول والكسل وقله الطاقه، منها الاكل الكتير. وفي العيد الكبير طبيعي احنا ثقافتنا بناكل كتير جدا. احنا بنفطر كبده نيه، يعني في ناس بتعمل كده بيذبحوا. انا قدامي قرايبي بيعملوا كده، بيذبحوا بياخدوا الكبده يحطوا عليها ليمون بس كده. والله العظيم ما عارفه ازاي، مش عارفه ازاي دول قرايبي اصلا. ففي ناس كده، وناس تحب تاكل فطار لحمه يعني مهم بناكل كتير جدا. فازاي الفتره دي تعدي على خير برضو عشان نبقى انا بحب يعني اعمل مونيتور لكميه الاكل، وبالذات مش هتكلم على اللحوم، بالذات السكر. بالذات السكر لازم احط عند السكر مليون خط. السكر لما بيزيد في الاكل ده بيؤدي برضو لخمول. بيديكي طاقه وقت قصير وبعدين خلاص، وبعد كده تبتدي تتعبي، وبعد كده مقاومه الانسولين تعلى، بعد كده نسبه السكر في الدم تعلى. وخلوا بالكم الناس اللي عندها هيستوري سكر من الام والاب والعمام والخلان. ومهم جدا حتى لو انا مش عنديش اعراض السكر اعمل تحليل سكر تراكمي كل 6 شهور. طب ماشي، يعني هقول لك على حاجه، خلينا نحاول برضو ندي بدايل. طبيعه الجسم اوقات الواحد بيبقى قاعد نفسه بتيجي على حاجه. انا لما نفسي تيجي على سكريات اعمل ايه؟ يعني نفسي دلوقتي مثلا تخيلت عايز اكل بلح الشام. اعمل ايه؟ كلي بلح الشام طبعا، بس مش لازم تاكلي 2 كيلو. انا ما بحرمش الناس من يعني ناكل. لا ناكل بس بيبقى بمونيتور، وبناخد قلب مالتي فيت، لان قلب مالتي فيت الفيتامين بي بيقدر يحول لي السكريات لطاقه. اوكي. ده اللي بيعلي لي التمثيل الغذائي، وفيتامين سي بيحرق لي الاكل. فمهم قوي ان انا مع الاكل اخد حاجات بتقدر تعلي لي الحرق، والسكر ما يتخزنش في الخلايا بكميات يعني كبيره. يعني النسب هي اهم شيء، ان انا ما احرمش نفسي. لا لا، انا باكل يعني. انا لسه واكله امبارح كريم كراميل، واول امبارح واكله رز بلبن. يعني يا لا، انا ما بحرمش الناس من الاكل، كل الناس تاكل اللي هي عايزاه، بس بطريقه يعني بالراحه. والله ده دايتي بقى كويس جدا. نروح على اسئله المشاهدين ونرجع تاني نكمل. أوكي. اسئلتنا. اوكي، سندس ابراهيم بتقول صباح الخير على اسره البرنامج، انا بحبكم جدا. كنت بس عاوزه اسال دكتور دينا، انا عندي 28 سنه، مؤخرا ايدي بقت بتترعش وبقيت حاسه ان مش قادره اتحكم فيها. فكنت عاوزه اعرف اعمل ايه، وهل ممكن اخد قلب مالتي فيت ولا لا؟ على فكره موضوع الايد اللي بتترعش دي عند برضه ناس كتيره كتير. واعمار مختلفه، في ناس اعمارها صغيره، ده غير الايد اللي بتعرق برضه بشكل كبير. طبعا مهم قوي ان انا اعرف اقوي اعصابي. الفيتامين اللي بسميه اللانش بتاع او الغداء بتاع الاعصاب
من اقوى الفيتامينات الداعمه جدا وبتقوي الاعصاب هو فيتامين بي كومبلكس الموجود داخل الفا مالتي فيت. ممكن يقول لي طب احنا ممكن ناخد فيتامين بي من اي مكمل غذائي اخر؟ بقول لهم ان الفا مالتي فيت الوحيد الملم بكل العائله العيله بتاعت البي كلها. انا عندي 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12 عندي العائله 8 فكلهم موجودين داخل الفا مالتي فيت بلس ان دخلوا الفوليك اسيد والكوبالامين اللي بيدعم لي كرات الدم الحمراء. طريقه الاستخدام هتبقى سهله، هو قرص واحد بس في اليوم، فبقول لها بتاخدي القرص ده بعد الاكل بساعه، يعني المعده ما يبقاش فيها اكل لان الفيتامينات اللي فيها قابله للذوبان في الماء، فباخده بعد الاكل بساعه على كوبايه ميه كبيره، وهتلاقي تحسن قوي جدا في اعصاب واطراف الجسم. اوكي دي نقطه مهمه. ابراهيم حنا والدتي هتعمل عملية تكميم عشان وزنها كبير، والدكتور قال بعد العملية هتحتاج تاخد فيتامينز، فهل مناسب ليها ألب مالتي فيت وهل وهي مش بتعاني من أي أمراض مزمنة؟ أنا برشح جدا أي حد سواء هو أو أي سيدة هيلجأوا لعمليات تكميم ممكن يبتدوا ياخدوا ألب مالتي فيت من قبل. أوكي. لأن كلنا عارفين الدايت الكبير وبعدين عمليات التكميم أنت بتصغري جدا حجم المعدة في الأكل، الإنبوت بتاع الأكل والعناصر الغذائية المفيدة بتبقى قليلة. ألب مالتي فيت يساعد جدا انه يعوض سواء عمليه تكميم او تحويل مسار او حتى دايت قوي، هيقدر يعوض نقص الفيتامينات والمعادن اللي بتدخل اللي احنا محتاجينها يوميا، فهيقدر ياخد الب مالتي فيت. ويسال الدكتور لو بعد العمليه ما يقدرش يبلع كويس يقدر يطحنه ويشربه ويدوبه في ميه ويشربه. فبرشح جدا الب مالتي فيت لاي حد هيعمل عمليه تكميم او عمليات سمنه مفرطه. طيب في ناس ممكن تقول لك انا باخد فيتامينز لوحدها، يعني مثلا باخد اوميجا 3 باخد حاجات زنك لوحده، يعني اوريدي بياخدوا فيتامينز ومكملين عليهم، فهم ممكن يجي يقول لك طب انا لو عايز اخد معاه الب مالتي فيت مع الفيتامينز اللي انا مش هبطلها، هل ممكن يحصل تعارض هنا ولا لا؟ يقدر طبعا ياخد الاوميجا، ما فيش اي مشكله، انا باخد الب مالتي فيت وباخد اوميجا، ما عنديش اي مشكله. احنا اوميجا 3 اوميجا 3 لو هياخد زنك انا ما بحبش ان انا امشي على زنك ومن غير نحاس، لازم عشان الزنك يشتغل لازم يبقى معاه نحاس. فممكن يكون بياخد مالتي فيتامين في زنك وما فيهوش نحاس، الزنك مش هيشتغل. فبرشح لو اي حد بياخد زنك لوحده هيوقف الزنك وياخده كفايه عليه الالب مالتي فيت. لو السيده الحامل بتقدر تستشير الطبيب لان هي ممكن تاخد اوميجا مع الب مالتي فيت وممكن تاخد كالسيوم زياده الحامل بس مع الب مالتي فيت. يبقى كل كيس لوحدها طبعًا. لازم اسال لو انت بتاخد فيتامينز خارجيه لازم تسال علشان ما يحصلش بعد كده اكسيد. الاكسيد قلت لنا عليه التسمم ده او بيبقى حاجه فيها زيادة عن المعدل الجسم بيحتاجه يومي. هو الب مالتي فيت امن في الحته دي لان مش هيحصل زياده ومش هيتخزن في الخلايا زي ما انا قلت لان الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان. الا لو باخد حاجه بقى اوريدي البرسنتج فيها عالي فانا جسمي خلاص مش عايز اكتر من كده. بالظبط. فالب مالتي فيت زي ما انا قلت يا يعني نهاوند لو الحامل بتاخد اكسترا كالسيوم برده تحت استشاره الطبيب. وانا ما عنديش مشكله لو عايزين ناخد فيتامين د اوميجا مع الب مالتي فيت اتس اوكي. بالعكس ما عنديش اي مشكله في دي. كويس، يعني ما فيش اي خطر، دي بس اللي احنا نقدر ناكد عليها من كلام دكتور دينا. بس برضو انت او حضرتك يعني لما تيجي عايز او بتاخد فيتامينز خارجيه مجرد الاستشاره تبقى برضو تغنينا عن اي مشكله. اكيد تاني. طبعا. طيب لو رحنا شويه برضو للناس اللي هي بتخاف اصلا تاخد اي حاجه. خلي بالك في ناس لو عندها مرض مزمن تقول لك اديني اعشاب، اديني اي اشرب شاي مش عارف بايه. ايوه. في ناس بتخاف من الادويه بجد وده بيبقى فوبيا وفئه كبيره. ازاي اقنع الفئه دي ان انت الب مالتي فيت تماما امن، تماما كله انجريدينتس او مكونات طبيعيه، انت ما تقلقش خالص منها؟ لان الب مالتي فيت هو مش دواء، ومش معنى كده بقول للناس لا ما تاخدوش ادويه، ما فيش حاجه اسمها عندي مريض سكر لا انا خايف اخد دواء. طب انت خايف تاخد دواء هتتعالج ازاي؟ مريض القلب لا ما خايف، مريض الكوليسترول لازم ياخد خافض الكوليسترول، مريض لا قدر الله الكانسر لازم ياخد كيماوي ولازم يمشي على الاي بي سي الدكتور بيقول عليه. الب مالتي فيت هو لا يتعارض مع اي دواء ايا كان، بالعكس الب مالتي فيت هو ما فيهوش ماده فعاله تتعارض مع اي دواء، هو الب مالتي فيت فيتامين. أيوة. مش مواد فعاله تعالج. فمهم ان الب مالتي فيت هو مش دواء،
هو داعم للصحة زي ما احنا بنقول ان هو بنزين للجسم، عايزة يبقى عندي طاقة، عايزة يبقى عندي مناعة، عايزة اشتغل كضد أكسدة، عايزة اعلي التمثيل الغذائي، عايزة اعلي الصحة النفسية، هو بيدعم جدا الصحة النفسية، عايزة اقوي اعصابي. فده دور ألبا مالتي فيت وقتها، لكن هو لا يتعارض مع اي دواء ولا يتعارض مع اي مريض من الامراض المزمنه. طب الافضل ان انا اخده اول ما اصحى عشان يبقى معايا باور ويبقى معايا كل الفيتامينز دي بتشتغل في جسمي طول اليوم، ولا الافضل ان انا اخده بعد يوم طويل جدا من التعب وبعد كده قبل ما انام بقى فباخده علشان انام وارتاح يشتغل واصحى ثاني يوم فريش يعني؟ لا، هو فيتامين بي، بصي يا نهاوند، هو فيتامين بي انا ما رشحوش قبل النوم، لان فيتامين بي هو اللي بيساعد على النشاط والطاقه. اوكي، يبقى افضل الصبح. انا بحبه جدا عشان يكمل اليوم معايا. طبعا افضل بعد الفطار على كوبايه ميه كبيره بعد الفطار بساعه عشان تبقى معدتي مش مليانه اكل، واخده ويكمل معايا اليوم. طبعا الصوره اللي احنا شايفينها، برجع اقول ان نصور شكل العلبه، ما عنديش اي بديل لألبا مالتي فيت، لا بالغالي ولا برخيص، وعايزه اقول لكل الناس سعره رائع، سعره في متناول الجميع بلا استثناء، يا اما هناخده من الصيدليه. في ناس اوقات يعني عشان بمناسبه السعر، وسعره فعلا في متناول اي حد، لا بجد كل الليفلز، كل يعني محدودي الدخل والفئات كلها، في ناس من كتر ما سعره حلو بتقول لك ايه ده بقى الكلام ده مظبوط ولا ايه؟ يعني سعره حلو جدا. السعر طبعا رائع. انتوا عاملين حاجه عشان يعني شركه بايو ناتشرال حابه جدا جدا انها تبقى موجوده في كل بيت مصري بلا استثناء، ان منتجاتها المرخصه الفعاله تبقى موجودة في كل بيت مصري بلا استثناء، عشان كده السعر بتاعه رائع، والفيدباك بتاعه أحلى. يعني أنا اللي بيسعدني لما بشوف الفيدباك بتاع السادة العملاء، من ستات، من رجالة، من شباب، إنه يرجعوا بعد أو قبل ما العلبة تخلص بحبيتين يرجعوا يعملوا أوردر، أو من سواء عن طريق الرقم أو الأونلاين، فدي حاجة تسعدني جدا. نجاح المنتج الري أوردرز بتاعته، يعني نجاح في المنتج إن أنا أرجع أشتريه تاني وتالت وعاشر، وده فعلا اتحقق في ألبا مالتي فيت. هايل جدا. احنا نختم بقى بده، لان الوقت للاسف بيجري جدا، بس انا استفدت كالعاده، والساده المشاهدين اكيد ردينا برضو على جزء من التساؤلات، واكيد كلامنا لسه مستمر، والتوبكس اللي ألبا مالتي فيت كمان بيقدمها، او الحاجات زي ما بيتقال كده يعني زي ما تقول الادفانتجز اللي ليها او اللي بيقدمها ألبا مالتي فيت فعلا مختلفه وفي حاجات مختلفه، وعايزين نركز المره الجايه على الصحه النفسيه اكتر، لان كمان في شق خاص بالصحه النفسيه ناس ما بتعرفش تنام. كنت عايزه اسالك بس للاسف الشديد الوقت خلص، في ناس كتير بيناموا بمنومات، وفي ناس بطبيعه حياتهم او جسمهم عندهم انسوميا، فازاي ممكن ألبا مالتي فيت برضو يغطي هذه الجزئيه؟ فخلينا نتكلم فيها باستفاضه بقى في حلقه ثانيه ان شاء الله. شكرا معاكي يا حبيبتي، بشكر حضراتكم على متابعتنا كالعاده. طبعا يعني كانت حلقه نتمنى ان هي كانت موفقه، نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله، وباذن الله نيجي نقول صباح النصر، عايزين نشوف مباراه حلوه ونتيجه حلوه. نشوفكم بكره باذن الله.